مسؤول في الدولة العراقية بدرجة قائم مقام يخرج في الإعلام بمؤتمر صحفي ويتوسل الدولة أن تحميه. الطبيب في المستشفى يقتحمون المستشفى ويحطمون غرفة العناية المركزة ويتوسل من الدولة أن تحميه. مواطن متظاهر، حمايات نواب يعتدون عليهم بين الحياة والموت ويتوسلون من الدولة تحمي. أهالي بالأمس، أهالي في بغداد في بعقوبة هجموا عليهم، شباب هجموا عليهم ما يعرفون منين، ويتوسلون من الدولة أنت شو السالفة؟ وين قاعدين؟ يعني حقيقة المشهد ما أعرف كيف أوصفه. بالفعل أشاطرك الرأي في استغرابك و تهكمك بالوقت عينه لهذا المشهد المأساوي التراجيدي الذي المفروض أنه لا يكون. يعني أولا الدولة وكل أفرادها وكل أبنائها وكل موظفيها الرفيعون منها المستوى والدرجات البسيطة يجب أن توفر لهم أبسط درجات الحماية والتأمين من الاعتداءات الخارجية والداخلية على حد سواء. مقام ما عنده حماية، ما حد يحميه، يعني يتوصل أحد يحميه؟ تريد المواطن يحموه؟ قائم مقام يخرج بالإعلام ويقول ده يتهجمون عليه قبل أن يلجأ. أستاذ أحمد، يعني المفروض بدهيا قبل أن يلجأ إلى وسائل الإعلام يلجأ إلى القضاء العراقي ويلجأ إلى تقديم دعوة الشكوى. وقطعا أنا متيقن أستاذ أحمد، يعني متيقن جدا أنه إذا تقدم إلى القضاء العراقي بتقديم شكوى مع وجود الشهود سيتم، يعني بالفعل سيتم إما استخدام أو إصدار أمر قبض على من قاموا بتهديده، سيما وهو لديه قرينة ولديه شهود على من قام بتهديده، بغض النظر عن الجهة التي قامت بتهديده، بغض النظر عن الأشخاص ومدى قوتهم ومناعتهم ومكانتهم بالمحافظة. لكن هذا لا يمنع أنه تكون هناك عملية لجوء إلى القضاء ابتداء. وإذا القضاء اعتقد أن القضاء يعني تأخر في إصدار عملية قبض أو استيفاء لحقه فيلجأ الإعلام بكل وسائل، وهذا من حقه. لكن بهذه الطريقة أعتقد أنها طريقة يعني يراد منها إرباك المشهد الأمني، يراد منها يعني احتقان الوضع والسير باتجاه احتقان الوضع أكثر مما هو عليه. لذلك أعتقد الذي يعني يظهر عبر شاشة التلفاز وهو بدرجة قائم مقام ويشتكي ويطلب السعفة ويطلب النجدة، فهذا لعمري يعني حقيقة من المؤسف ومن المخجل أن يكون بهذه الطريقة. لذلك المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، المحافظ ابتداء عليه أن يأخذ دوره، وأعتقد أنه قائد الشرطة عليه أن يأخذ دوره، وأعتقد حتى المومة إليه الذي خرج السيد القائم مقام عليه أن يطلع بدوره الوظيفي ويلجأ إلى القضاء ويلجأ إلى القانون.